الزحمه والجو. كان كثير جميل معنا اليوم ما شاء الله عليكم. اولا انا فرحانه بزاف من نتواجد معكم اليوم. شكرا على رفيعنا التقديم الجميل ديالك. وانا بدوري خليني نرحب بكم كاملين. اولا حفل كفاره هذه اللمه المغربيه اللي كتجمعنا جميع، فكدينا ان شاء الله نقدم من خلالها اوقات زوينه بزاف. المغربي الجميل الراقي، وكذلك يحمل اكثر من دلالة ورمز. كفانو هو كذلك منبر للمبدعين وفرصة لقاء بين المصممين والجمهور كذلك. غنشوفوا اليوم اعمال ديال المصممين، كل واحد عنده البصمة ديالو واللمسة ديالو اللي كيتميز بها. غنسمعوا كذلك كيف ما خليتكم راضية المغنيين المتعلقين جاو خصيصا باش يفرحونا وباش ينشطونا. تحية اليوم لكم، تصبحوا عليا وجميع لأن اليوم غادي يكون غايبة معاهم. برشلونة، جبت الحلوى مغربية، جبت المحنشة المغربية باللوز. ديما حنا مغاربة ومتشبكين بالمغرب، والمغرب تبارك الله بلادنا وكنفتخروا به بزاف بزاف بزاف. كنحاول في كل مجموعه كنقدمها كنخدم على موضوع معين. هذه المره اختاريت موضوع العبايه الخليجيه باش نمزجها مع القفطان المغربي. وكيفاش كنعرفوا الثقافه المغربيه والخليجيه مفتوحين على بعضياتهم، واكيد ان ملي كنمزجهم مع بعضياتهم غيعطيونا شي حاجه زوينه. اللقاء مع الجاليه المغربيه عنده واحد الطعم خاص، لان حنا كنكونوا في شوق ليهم وما كيكونوا مشتاقين لينا، وكيوقع واحد النوع ديال الحميميه، واحد النوع ديال الحب اللي هما محتاجين ليه وحنا محتاجين ليه. ان شاء الله عندي عده مشاركات محليا ودوليا. عندي ان شاء الله عرض ازياء في العاصمه الفرنسيه باريس. كيف باش تمشي رائعه للمبدع الفنان الاستاذ المغربي سفير المغرب في العالم، سفير راقي وشريك في وحديث في نفس الله كبير في العالم. السلام عليكم، زهرة العمش مديرة تظاهرات قفطان نور، قفطان نور يعني قفطان الشمال، فيكو انا شمالية مدينة طنجة، مقيمة في مدينة مونبولي. مدينة مونبولي معروفة بواحد الجالية يعني كبيرة سيرتو المغاربة، وكاين عاوتاني الجيري تونيزي، وحتى شي واحد يعني ما تشجع يعمل شي تظاهرات القفطان. قلت علاش لا، هذه فرصة نبينو بالقفطان المغربي والمرأة المغربية شنو قدرت. جوي تخي زوغوز باش جاو هاد المشاركات، يعني من ماشي غير من فرنسا، جايين من الإسبان من المغرب. سي أن كغون بليزيغ، سي فغي سيتي با فاسيل، مي الحمد لله أون ريوسي أفاك ليكيب، وكنظن إن شاء الله غادي كلشي على ما يرام. وخا كان واحد شوية المجهودات
مي الحمد لله كنشوف بلي انا الامور غاديه مزيانه. شكرا لكم وشكرا لسلطانها، وكنشكركم على التفاعل ديالكم معنا والتشجيع ديالكم للمرأة المغربية خارج المغرب. Présenter une nouvelle collection Terre, donc spécialité Algérie, l'Algérie du Nord, le Tlemcen, Ouaran, Constantine, Alger. Ou donc Hanan Gaffa, ou Tanin de la collection Terre, nous des nouvelles robes. Yum, la spécialité robe algérienne pour les Gaffa, voilà pour les mariés. تعبنا ما شاء الله عليها بتصاميم الشيرة اللي جاتنا خصيصا من بلاد الشقيقة الجزائر. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.